خليني أسأل حضرتك إيه الإجراءات الاحترازية المتخذة بقى في هذا التوقيت، لأنه نعرف إنه في إقبال طبعا شديد على الدبلومات. الحقيقه هو الاجراءات الاحترازيه، احنا طبعا الكلام ده نص مارس، واحنا بنحاول طبعا نخلي الطلبه في حاله تعلم دائم، وطبعا الوزاره خدت اجراءات لم يسبق ان احنا طبعا خدناها، اللي هي نحمي الطلبه من في الامتحانات. طبعا امتحان الثانويه العامه وامتحان الدبلومات ده امتحان قومي، ناشونال اكزام يعني، ده لازم يتعمل عشان الطلاب دول ياخدوا الشهاده، والا مش هنعرف نديهم الشهاده بالقانون. طبعا اهم حاجه صحه الطلاب وصحه المعلمين. فمثلا ادي حضرتك مثال، مثلا الطالب الدبلوم الفني بيبقى لازم يكون اول ما بيخش عندنا بنقيس درجه حرارته، لو في اي ارتفاع في درجه الحراره عن النورمال ما بيخشش الامتحان، وبيتعاد له الامتحان كانه بيعمل الامتحان لاول مره. طبعا الحالات اللي احنا قابلناها في امتحانات العمليه حالات لا تذكر، يعني حالات قليله جدا جدا بين الطلاب، اكتر شويه بين المعلمين نتيجه يعني متوسط السن بتاع الطلاب صغير والمناعه بتاعتهم قويه. المعلمين طبعا ناس كبار 40 50 60، فبيبقوا اكتر شويه الحالات اللي هي درجه حرارتها مرتفعه. بالاضافه طبعا لدرجه لقياس درجه الحراره، الطالب بيبدا ياخد 3 حاجات، بياخد كمامه قطنية يحطها على أنفه، وفيس شيلد أو واقي بلاستيكي يحطه على وجهه ومثبت في الرأس، وبياخد غطاء للحذاء بتاعه، واقي للحذاء. دول 3 حاجات بياخدهم، وبياخد طبعا مطهرات وسبيرتو وحاجات كتيرة جدا. الفصول اللي بيقعد فيها الطلبة، أولا حافظنا فيها على التباعد، مفيش كل طالب من اللي جنبه او اللي قدامه او اللي يمينه او شماله متر ونص على الاقل، الفصل لا يزيد في عدد الطلاب عن 14 طالب. فطبعا ده جربناه في الامتحانات العملي، والحقيقه كان ناجح جدا جدا جدا. وفي الثانويه العامه كذلك، يعني اصابات الطلاب او الاشتباه في الطلاب في ان الطلاب اتعدوا حاجه يعني لا تذكر يعني. كم عدد اللجان والطلبة المتقدمين للامتحانات تقريبا يا دكتور؟ اللجان عندنا في التعليم الفني، يعني احب اقول في الاول التعليم الفني الطلبه فيه والمعلمين السنه دي لاول مره بيوصلوا حوالي 1,700,000 تقريبا، 776 الف طالب و 230 الف معلم. طبعا احنا هنا بنجمعهم على بعض، لان هو ده عدد الاشخاص اللي هم يا اما بيمتحن يا اما بيتم الاشراف على امتحان. عدد اللجان اللي احنا بنمتحن فيها الطلبه بتاعته دولهم تصل الى 3,000 لجنه على مستوى الجمهوريه. وطبعا بالاضافه لل 3,000 لجنه، في بقى مقار كتير للكنترولات ولجان توزيع الاسئله ولجان تقدير الدرجات. لكن المدارس اللي هي مخصصه لامتحانات الدبلومات الفنيه تصل الى 3,000 لجنه.